دكتور فارسيان بالتأكيد تكلم على موضوع المادة 14. هناك كان اتفاقنا البارحة قبل دخولنا للجلسة حول المادة 14 النص المقترح، والنص المقترح كان متواجد فيه 7 فقرات. نعم. خاصة الفقرة 7 كان هناك يعني صياغة مقبولة من الطرفين تتكلم بشأن وجود أي اختلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم. ستكون هناك لجنة مشتركة من الطرفين لرفع التوصيات إلى رئيس الحكومة الاتحادية للنظر بالقرار المناسب. لكنه عندما نزلنا إلى داخل الجلسة رأينا أن النص في هذه النقطة الفقرة، يعني نحن وصلنا إلى 7 والسابعة عندما قرأت بنص مختلف، فكان هناك صراحة لم نقبل بهذا لأن نحن متفقين قبل أن ندخل الجلسة. نعم. والآن نحن في مرحلة مرة أخرى أن نرى ما سيكون من هذه المادة، ولكن بالنهاية لن نقبل بأن يكون هناك قطع لاستحقاقات إقليم كردستان في 15 أو اتفاق حاليا؟ يعني نحن الآن في مرحلة إن شاء الله الاتفاق. سين فؤاد السين موجود حاليا؟ موجود. نعم. قلنا جلسة هي قد اجتماعات مع هيئة الرئاسة. هو الآن موجود في يعني مع السيد محمد الحلبوسي في اجتماع. نعم. وأيضا كان اليوم لدينا أيضا اجتماعا في كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والآن أيضا كان لدينا اجتماعا للقوى السياسية الكردستانية. نعم. وإن شاء الله نتوصل إلى شيء مرضي ومقبول يعني جميع القوى السياسية ومنها بلا شك يعني القوى الكردستانية. ستمر الموازنة اليوم؟ ستمر الموازنة بشكل كامل؟ إن شاء الله.